الباستا بالسي فود خلصانه. الصوص على الهادي خالص، هدفي وسايب الليمونه دي لو حضراتكم شايفينها عشان تكسر شويه اي حمو او اي حاجه في الصلصه عشان بتسبك، وبرفعها في الاخر بلاش لازمه عندي خالص. انا بس بحب اتكلم في التفاصيل دي عشان ممكن حد يقول لك ايه ده وحاطط ليمون. حطيناها في السلق كمان فنزعت معايا شويه الزفاره وسبتها عندي هنا. هنا سيبه على الهادي يتسبك براحته، هقفل عليه الصوص بتاعه الباستا بتاعته على الصوص ومتشكرين. السلمون خلصان، تعال نخش نعمل سلمون حلو بصوص كريمه مع كمان الشبت وبطريقه تكون سهله ان شاء الله. طيب اول حاجه عندي حله لطيفه، بسم الله الرحمن الرحيم، واجيب عندي معلقتي لطيفه برضو، كله في لطافه النهارده. نعمل ايه بقى؟ نجيب عندنا الزبده، بسم الله اهو، معلقتين زبده كده حلوين اهو، احنا قلنا نعمله بالكريمه مع الشبت. اول ما احس ان خلاص الزبده بدات تسيح معايا شويه هبدا، لو انا حابب اضيف عندي مثلا بصل، ثوم، اي حاجه من دلوقتي هبدا عندي بس في السنبله كده برضو ندي فص ثوم، مش شرط نحط بصل، واقلبهم مع بعض كده اهو عليهم، وبدون يعني مبالغه معلقه صغيره من الدقيق. بص دي اهي معلقه صغيره ولا اكتر ولا قد الزبده اللي حطيتها كلها، بقلبهم مع بعض وكاني بعمل يعني تاسيس لصوص ابيض او بشاميل، بس يكون على القليل قوي ده هو يربط للدنيا شويه اهو. على كده بروح جايب عندي المغرفه بتاعتي، اعمل لكم صوص حلو بقى يعني صوص على مزاجي. باخد عندي حبه مرقه جمبري، بصوا الحبه قد ايه، مش كتير بس خلاص هم دول هم دول، حكايه بسيطه جدا اهو، ربطت بيهم الصوص كل بساطه وسهوله اهو. وراح جايب عندي حبه الكريمه اللباني وابدا انزل بيهم فيستووا مع المرقه ومع الدقيق والزبده اهو، حبه الكريمه اللباني بس كده خلاص كده اهو، وابدا اروح مقلبهم مع بعض. في خمس دقايق هتلاقي الصوص ربط وبقى زي الفل. لو انا حابب بقى ازود تاني كريمه لباني في ايدينا، حابب ازود مرقه تانيه في ايدينا، يبقى انا حطيت فص ثوم مع الزبده وحاجتي كلها واحده واحده. عايز اخش على البينك صوص وعندي طاسه تحت سخنه وزي الفل. تعال نخش بالمره عشان نقفل الصوص كمان بتاع السي فود ده. السي فود ده هنعمله زي ما اتفقنا بتركيبه البينك صوص، ما معنى كلمه بينك صوص اللي هو الصوص البينك اللي هو احمر على ابيض بس بنسب تكون معقوله. طب تسويه ده اخباره ايه بقى؟ هنعمل فيه ايه التسويه دي بقى؟ اهو شوف ده بقى حبه السي فود دول عاملين ازاي؟ لو انا نزلت بيهم دلوقتي هيتهروا مني في التقليب، لان ده سلمون، جمبري، كلاماري، قشر بياض، فده كله هيموت مني في التقليب. انا بس احب اوضح لحضراتكم التفاصيل دي. فهعمل الصوص عادي جدا وهديله مشروم. تعالوا هجيب عندي الاول مشروم متقطع جوليان، طب بالراحه عليا عشان كل ده كله كتير. طيب الحلقه اللي حضرتك طلبتيها بتاعت الشاورما مكتوبه على قناه اليوتيوب بتاعت احلى اكله، قلت التاريخ كام؟ 1 فبراير 2021 صح كده؟ طيب 1 فبراير هتلاقي الحلقه ان شاء الله مكتوبه او ده العنوان بتاعها او التاريخ بتاعها على قناه اليوتيوب بتاعت احلى اكله. وممكن نجيب اللينك زي ما قلت لكم نحطه على الشاشه او التاريخ اكتبه عشان يمكن انا نسيت دلوقتي حاجه غلط او حاجه. طيب هرجع تاني ل المشروم، هحط على المشروم ده زبده برضو، هشوح المشروم بالزبده ده اللي هيبقى زي ما اتفقنا بالبينك صوص. حبه زبده حلوين جدا معاهم بصلايه ناعمه كمان بالمره اهو، يبقى بصل ومشروم عادي جدا. التركيبه دي ممكن اشيل السي فود واحط بدلها على فكره فراخ عادي جدا، ممكن اشيل السي فود والفراخ وامشيها مكرونه بالمشروم عادي جدا. يبقى بصلايه مع الزبده قلبتهم مع المشروم، هنا انا بجهز الصوص. هنا بقى بصوا كمان الصوص بقى عامل ازاي بقى، خلاص شايفين المنظر عامل ازاي اهو، صوص كريمي على نار هاديه، مش عايز اصربع عليه الامور، معلقه دقيق، معلقه زبده، حبه مرقه، حبه كريمه لباني اهو، شوف المنظر اهو. ممكن شويه نزود عشان دي مكرونه ما يبقاش الصوص كده قليل، احط حبه كريمه لباني كمان وهضيف عليها كمان حبه ملح وكمان حبة فلفل أبيض. واتفقنا الصوص ده بتاع السلمون في شبت، أجيب حبة شبت حلوين كده اهو، وأبدأ أقلب الشبت مع الكريمة اللباني مع المرقة بتاعتي مع الزبدة بتاعتي، كده عملنا صوص محترم مظبوط 100%. هرجع تاني للبينك صوص، مشروم تمام التمام أهو، اتقلب وبقى زي الفل. هنربط برضو بالمرة الصوص دلوقتي،
بمعلقة دقيق تمام، وعليها على طول زي ما اتفقنا بحب احط على المرقة بتاعتي على الصوص بتاعي حبة مرقة حلوين اهو مغرفتين مرقة. هرجع تاني هقلب عندي الزبدة مع الدقيق مع المشروم، شايفين الالوان عاملة ازاي؟ انا بديكم التركات والله اللي محد يرضى يعني محدش يرضى يعملها، انا عارف كل شيف يقول لك احافظ على مش الموضوع بسيط اهو. شوفوا الصوص ربط ازاي، معلقة الدقيق معلقة الزبدة حبة المشروم، انا عملت صوص كده. ممكن احط بقى عندي كريمة لباني يمشي معايا عادي جدا، صوص طماطم يمشي، اي حاجة انا عايز احطها ما عنديش مشاكل. انا كده تمام التمام، هجيب عندي بقى الكريمة اللباني ونبدأ نحط حبة كريمة لباني اهو كده اهو، كريمة اكتر من الصلصة، الصلصة بلون بيها اهو كده اهو، واروح جايب عندي كمان الصلصة اللي اتفقنا عليها، هاخد حبة من اللي انا عملتهم للمكرونة التانية اهو. شوف الالوان اهو، شكرا، وراح مقلب هنا بقى ايه اللون، ولا هو احمر ولا هو ابيض، بقى بينك صوص، واسيبه كده وهو بيغلي وبيستوي انزل بالسي فود بتاعي يستوي جواه، فيقوم مظبط لي اموري ومخلي الحاجه زي ما هي، هو ده المطلوب. يبقى انا بسوي السي فود بتاعي في قلب كريمه بالمرقه بحاجتي كلها اهو، منه في كده حتى ورقه الكرفس دي هسيبها اهو. شوف بقى الكريمه عامله ازاي مع السلمون مع الجمبري، كل الكلام ده كله هياخد تسويته مع بعضه. هرجع تاني على الشبت خلصان، نقفله بالمره عشان نغرف اطباقنا، عشان ايه اللي خلص يتغرف على طول. سوينا كل حاجه جوه والصوص ما قصرش مني ما تقلش مني، لان انا اشتغلت على نار هاديه اهو. هنا ده عايز مشروم، بص عامل ازاي، كل حاجه تمام التمام. تعالوا بالمره نقفل الطبق ده عشان نخش على السلطه وعلى الرايق. طيب انا بدلت من شويه وانا شغال مع حضراتكم، كان المفروض احط الاسباجيتي مع الجمبري والكابوريا، حطيت المكرونه الثانيه، فهستغل الاسباجيتي دي برده وهشغلها معايا. بس انا عايز اقول لحضراتكم على حاجه او معلومه مهمه جدا، ما احبش احط المكرونه تكون بارده مع الصوص. وضح لي يعني ايه، يعني انا دلوقتي لما احط المكرونه دي، كيس المكرونه ده هو اتسلق 3 ارباع تسويه واتحط في بوله واتركل على جنب، اما اجي اشغله دلوقتي المفروض والصح والمظبوط في مصفى تحت ميه دافيه من الحنفيه، او لو عندي مرقه غطس واطلع ليه ياخد دفان شويه. طب ما تحطها مع صوص يسخن، اقول لك هيهري مع التقليب وهاخد اوفر كوك وهيبقى الموضوع تاني خالص. انا بس بحب اتكلم في الحاجات دي مهمه جدا. هاخد البورشن اللطيف ده وانزل بيه كده في مرقه الجمبري. شوف الكلام عامل ازاي بقى اهو، شوف عامل ازاي. خلاص قد ايه هنسيب؟ ولا دقيقه، خلاص انا دفيتها واعمل كده وارجع على النار بتاعتي عادي جدا، اخلي الصوص كمان ياخد غلوه واغرف على طول. بص المنظر، المكرونه تنزل كده على طول اهو، سايبه كده ما تبقاش نازله، حاسس ان المكرونه تكون قافشه شويه. حط كمان بورش عشان السي فود كتير، يبقى طبق الاثنين او ثلاثه اهو كده اهو، بس ليها تدفى شويه، لان في بعض الامور ساعات الواحد بينسى وبيحط المكرونه. مش هتقول لا، ولكن الصح والمظبوط لازم نتكلم عنه كده اهو. واروح رافع بقى المعلقه خالص وظابط نفسي كده اهو، وبسم الله الرحمن الرحيم واروح مقلب كده. بص المنظر عامل ازاي اهو كده، الصوص بقى ايه ماسك نفسه والمكرونه بقت جوسي قوي، وهو ده المطلوب. سيبها السيكه تدفى شويه ونغرف على طول كده اهو. هو انا بس ايه عايز اظبط نفسي شويه، اديني بس لحظه عشان انا مش واخد على العفره الكتيره دي، احب الروق الاول الدنيا بعد كده ايه نقفل حاجتنا اول باول. الزحمه دي بقى بتخلي يعني هي ممكن تخليني اخلص دلوقتي الحلقه ويلا عشان نختم، لا مش بحب كده الصراحه. حتى في البيت بعمل كده، ما بحبش دايما اكون حاسس ان انا متلهوج او حاجات كتير حواليا، فبالتالي هطلع حاجات كويسه اه بس مش احلى حاجه في الدنيا. اه طبعا حاضر يا ام مصطفى، صباح الفل يا ماما. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بحضرتك يا ماما، اخبار صحتك ايه؟ الحمد لله يا رب تكوني بخير يا هلا. يعني الله يخليك يا ماما، تسلمي، ربنا يخليك، ده كفايه يعني ذوقك واخلاقك واحترامك لشغلك شكرا. واخلاصك في عملك، يعني ما شاء الله عليك. شكرك يا ماما، ربنا يعز حضرتك، شكرا لذوقك ومتابعتك لينا، والله شكرا يا ماما. الله يخليك، الله يخليك. امرك انا بس ليه سؤال؟ اتفضلي. بالنسبه للطبق بتاع الاولاني، هراجع مع حضرتك على السريع، أنهي طبق فيهم عجبك؟ طبق السلمون، السلمون بالشبت، تمام.
تمام. انا ممكن استعمل نوع سمك تاني غير السلمون؟ اه لو حابه قشره بياض ماشي، حابه اي حاجه براحتك عادي جدا. ونفس الطريقه وكل حاجه؟ نفس الطريقه عادي جدا، حتى لو تاخدي بالك انا ما حبيتش احطهم مع بعض الاثنين، مش في قلب الصوص، ولو حبيت امكسها برضو كنت ممكن اقطع واحط في النص عادي، براحتك يعني حسب الرغبه. بالظبط كده، بالظبط كده. تمام. هنيك كمان على حاجه كمان. اتفضلي. الادوات اللي انت بتستعملها ما شاء الله جميله. تمام. انا يعني شاطره في مطبخي زي والدتك كده ما شاء الله طبعا، وامهاتنا بتوع زمان وكده. ايوه. فصراحه عجبني الاوادي اللي هي لونها اسود دي. ايوه. ونفسي اعرف ماركتها ايه او اجيبها منين او طيب. انا والله حاضر، انا بعتهم لحد البيت على طول والله يا امي. الله يبارك لك. من غير اي شيء. بس خليني في كنترول. الله يخليك. اقول لزمايلي فين ويبلغوا حضرتك. حاضر يا ماما، حاضر. حاجه تانية؟ عايز اشكرك على اخلاقك وذوقك. شكرا. ربنا يخليك يا ماما، كلك ذوق والله، تسلمي كلك ذوق والله. شكرا جدا ليكي، وصباحك كله سعاده وصحه يا رب. شكرا. ده اخر طبق باستا على ما اعتقد، باين ما فيهوش اي افتكاسه كتير. نمسح يا فندم. الاء هانم. السلام عليكم، ازيك يا شيف؟ اهلا بيكي يا الاء، ازي حضرتك؟ الحمد لله. يا رب تكوني بخير يا فندم. كنت حضرتك طيب وانت بخير وسعاده يا رب. تسلمي، ربنا يخليك. تسلم ايدك على الوصفات اللي بتعملها. الله يخليك يا فندم، كلك ذوق. ربنا تسلمي. يخليك. تسلمي. انت عامله طبق ايه النهارده بالمره بقى؟ بنختم بقى. انا عامله فراخ. آه. فرخه كامله يعني. وعامله رز وبسله. ما شاء الله، الله اكبر. طب احنا نيجي نتغدى بقى. تنور. ربنا يخليك يا فندم. تنور يا شيف، ربنا يخليك. تسلمي. صباحك كله سعاده وعلى كل اللي انا نفسي بس اطلب من حضرتك طلب بس. تؤمري يا فندم. انا بتصل بقالي كتير يعني تقريبا داخله في سنه، انا عايز اطلع مع حضرتك المسابقه. يا سلام، ده احنا نتمنى تيجي تنورينا في المسابقه. تسلم والله. يعني انا كنت مشترك انا وجوزي ان انا نطلع على المسابقه، فبقالي كتير وجات رمضان، وطبعا ما فيش طبعا اكيد ضيوف في رمضان. بالظبط. اتمنى والله شرف ليا ان انا اطلع مع حضرتك. لا ان شاء الله. خلاص حالا معزنا في الكنترول، تسجلي بياناتك دلوقتي وخلاص راجعين ان شاء الله في ايام المسابقه. هترجع تاني والاولاد راجعين، وحضراتكم طبعا تنورونا وتشرفونا، ونرجع تاني ان شاء الله بحضراتكم بكل حاجه. حاضر. شكرا جدا ليك يا فندم. تسلمي. وده اخر طبق باستا برضو على ما اعتقد. الحلقه تمام النهارده بسيطه في البساطه. اربع اطباق اسهل من بعض. طبق سلمون معمول بالكريمه مع كمان الشبت، وسلمون ستيك مشوي بكل بساطه قدام حضراتكم. وعندي طبق تاني سي فود مقرمش بقى بحاجات كده فيها قرمشه شويه زي قشر الجمبري والمسلز والحاجات دي، والكراب بيبقى ليها طعم كويس قوي، الكابوري والحاجات دي. وعن طبق تاني بينك صوص معمول برده بطريقه بسيطه جدا، عملناه بصوص الاحمر على الابيض، وفي النهايه طلعنا مع السيفود المخلي. طبق سلطه بسيط جدا وسهل، معمول بيه كمان التتبيله جديده شويه لحضراتكم، معموله بالمستردة وكمان خل البلسامك والليمون والملح والفلفل الابيض، والجمبري والكالاماري كل الحاجات دي مسلوقه بتبلها الاول واضيفها على اي تشكيله حضراتكم بتحبوها للخضروات، وبنخلصها في الاخر مع حته افوكادو بيبقى ليها طعم كويس قوي. على ما اعتقد الحلقه النهارده كانت تمام، يا رب تكون عجبت حضراتكم. بكره ان شاء الله بنفس الميعاد وحلقه جديده، والسلام عليكم.